بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا إمام زماننا يا صاحب الزمان. ما خاب سيدي من تمسك بكم من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. حبي بثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد سواه، ومن عمرو ومن عمرو له تربة. الشيخ الأمين بن غدير يقول معروف بين علماء الشيعة أنه هذه القصيدة ما تقرأ في مكان إلا ويحضر فيما الشيخ الأمين. قصيدة ابن العرندش الحلي رحمه الله، معروف علماء الشيعة أنه من تقرأ في مكان يحضر الإمام. وإحنا في هذا المقام منسوب لصاحب الزمان عليه السلام منذ القدم. إي والله الحسين حبي بثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد سواه، ومن عمرو ومن عمرو ومن عمرو له تربة فيها الشفاء.